يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور وليد البشاره حياك الله. حياكم الله، جزاكم الله خير على هالساعه المباركه الواحد يقابلكم ويقابل مشاهدينا الكرام. الله يسلمك ان شاء الله، ساعتك ابرق دكتور. دكتور حضرتك استشاري في جراحه العظام والكسور وايضا الاطفال. دكتور سؤال نوعا ما ممكن يكون غريب حق المشاهدين، لكن احنا دائما نسمع عن فوائد ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعوائدها الإيجابية على كل الأجهزة الحيوية والفسيولوجية في الجسم، لكن دكتور الحين هل يوجد أضرار من ممارسة الرياضة؟ هو طبيعي أخي في كل شيء كل حاجة لها جانب أيمن وجانب أيسر، لها الأسود ولها الأبيض، لها المفيد ولها الضار. صحيح. فممارسة الرياضة طبعا ما حد يختلف أنه كلها عبارة عن أمور صحية. صحيح. أمور كلها فائدة، ولكن هذه أيضا الإنسان عرضة إلى أنه يأخذ منها شوية الأضرار. نعم. فهناك في إصابات يكون حركة غير مدروسة حصلت سواء في الملعب أو أداء الرياضة تؤدي إلى إصابة ما، سواء إصابة داخل المفصل، إصابة في عظم، إصابة في أربطة، إصابة في عضلات، أيا كانت الإصابات. صحيح. يعني عارف شلون؟ وبنفس الوقت إذا مارسها خطأ، إذا مارسها خطأ طبعا كلنا نعلم السباحة رمز من رموز العلاج. صحيح. بس ما أي صار لي 3 سنين 4 سنين ما شميت ريحة الماي وأطب وأخذ لي 2 3 ساعات. صحيح. فيها طول الليل ما أنام. صحيح. من التقلصات العضلية والآلام اللي أنا أحس فيها، فهنا هي ضرتني. لكن الرياضة تؤخذ، خاصة أي رياضة تؤخذ تدريجية إلى أن الجسم يتحمل الدوس عليها زيادة، ذيك الساعة أنا أرفع في قوتها وأرفع في المدة اللي أنا أمارس فيها. نعم. هني نكون بعيدين عن الإصابة. رقم 2، التهور اللي قاعدين نشوفه للأمانة في الملاعب وفي الأمور هذه كلها، أي واحد وكلنا شفناها بكرة القدم بالذات. ودم يضرب له واحد ويكسره ويعفسه. نعم. فوق تحت، مو هذه الرياضة. صحيح. هذه عنف وهذه حرب أنت قاعد تسويها. صحيح. الخصم ليس عدو، وهذا اللي احنا دائما نقوله. حسن. الخصم اللي يلعب أمامك ليس عدو، ليش تعتبره عدو عشان تكسره وتعوره؟ هذا خصم في الرياضة ليس إلا. نعم. وبعدين أخوك هو برا الملعب، فلذلك هي حالها حال أي شيء ثاني. ممكن تكون مفيدة وهذا الصح ولها أضرار، لا لكن لها أضرار. صحيح. إذا استخدمت بطريقة خاطئة. نعم. دكتور تكلمنا عن السباحة، أعطيتني مثال عن السباحة. السباحة احنا دائما نميزها أن هي الرياضة المناسبة مع المشي بالنسبة حق كبار السن، لأن ما يصير في ضغط كبير مثلا على المفاصل وتكون سلسة نوعا ما على كبار السن، هذه الفئة الجميلة اللي ممكن تصاحبهم مشاكل في مثلا أمراض الشيخوخة، مشاكل في المفاصل، الخشونة، كل هذه المشاكل. لكن دكتور إذا أنا مثلا مصنف من كبار السن وأبي أمارس رياضة معينة وتكون جميلة لي وما تكون عندي فيها مشاكل غير رياضة السباحة، شنو ممكن أمارس رياضة أفضل؟ في أخي الرياضات أنواع وكلها تعطي فائدة. يعني مثلا غير السباحة، طبعا السباحة للأمانة عشان الواحد يعطيها حقها هي سميت أم الرياضة. صحيح. هي من الأصل سميت أم الرياضة، أم الرياضة لأنها تحوي جميع أنواع الرياضات اللي أنت تسويها، تعطيك فعاليتها، تغطي كل العضلات الجسم. بالضبط. صحيح. هذا رقم 1. رقم 2 مثل ما تفضلت، أنت تمارس السباحة بدون لود، بدون. صحيح. ضغط على المفاصل. فأنت مريح المفاصل. رقم 3، انت لما تمشي بالهواء، خلنا نقول رياضه المشي غير رياضه المشي داخل الماء، ما يعطيك مقاومه، مقاومه عاليه جدا، فينمي عضلاتك بقوه غير هذا. رقم 4 و5، لما تطيح انت الله لا يقوله في الشارع تمشي وطيح تعثر، راح تتعرض لاصابه، لكن الماء هو يحضنك. صحيح. هو الماء يحضنك وردك. صحيح. ما يخليك تطيح تعور. صحيح. فطبعا الماء هذا موضوع ثاني مختلف. لكن ايضا الرياضات الثانيه، لنفرض المشي، المشي ممتاز للامانه، يحرق طاقه، يقوي عضلات، ولكن ايضا ناخذه تدريجي. نعم. ما نعور نفسنا فجاه كذي. نعم. دكتور خلينا ناخذ فاصل ونرجع نكمل الحديث معك. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع دكتور وليد البشاره.
أعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتور وليد، شنو أكثر الإصابات اللي ممكن تجيكم في العيادة وتكون عرضة أن هي تكون إصابات متكررة؟ كلمني عن الإصابات في المفاصل وبعدين تخصص لي بواحدة من هذه الإصابات. هي طبعا كل المفاصل عرضة لأي إصابة، نعم. لكن الأمانة تكثر المراجعات في العيادات، أكثر إصابات الملاعب والرياضية هي في الركبة للأمانة، نعم. ولها هذه بروحها لها مشوارها وكلامها، لكن أيضا تكثر في الكاحل، التواءات الكاحل، قطع الأربطة والقطع الجزئي في الأربطة والأمور هذه كلها. الحاجة الثالثة أيضا إصابات الكتف، إصابات الكتف لأنها مليانة أوتار، فيحصل إصابات في الأوتار مع أوتار والأمور هذه كلها، وتؤدي إلى نوع من أنواع الإعاقة على الأقل جزئية، صحيح. واحد ما يقدر يرفع إيده والأمور هذه كلها، تشيل أشياء ثقيلة، إيه هذه صحيح. هذه اللي أكثر أشياء يعني تجينا تمرنا بالعيادة، لكن أيضا هناك كسور، هناك خلع من المفاصل، إصابات كلها العضلات تحدث ولا حرج، الأوتار وقطع الأوتار مثل في الأنكل تحت في هذا التندو أكيلس وكلكم سمعتوا فيه، صحيح. ممكن مرات يحصل ربشر كامل، قطع كامل، وهلما جر في المشاكل اللي ممكن تصير من وراء، هذه كلها عرضة. لكن اللي أقول إنه أكثر شيء يؤذي المريض للأمانة اللي نشوفها بالعيادات إصابة، غير إصابة الركبة هذه بروحها، نعم. موضوع بروحها، نعم. مثل ما يقول له حديث بعد الظهر هذا، نعم. لكن قضية الكاحل، نعم. هذا أكثر شيء يؤذي البني آدم لأنه ما يقدر يمشي عليه، صحيح. ويؤذيه في إعاقة أنه والله يؤدي حياته، أنه بيروح تكرمون الحمام، بيروح بينام، بيحرك نفسه، ما يقدر. فإصابة الكاحل تكون إما أن تكون كسور في العظمة، خاصة العظمة الجانبية الخارجية أو الداخلية، إصابة الأربطة، وهذه تكثر كثير جدا إذا أصيب الرباط، وهي منطقة سفلى يعني تحمل وزن الجسم، صحيح. وشلون مصاب رباط يقدر يفرق العظمتين ويحركهم، صحيح. مما يؤدي إلى بعض المرات أن احنا ندخل جراحيا ونثبتهم براقيها، ونثبتهم في حدايد، نعم. عندك الإصابة الثانية، إصابة الغضاريف اللي تصير داخل في المفاصل، ناهيك أيضا عن إصابة الأنسجة اللي تغلف المفصل. فهذه إصابات وايد تأذي المريض المسكين هذا. وطبعا تتراوح العلاجات منها من تكون علاجات فقط بأدوية ودهون وشوية ثلج كمادات والأمور هذه كلها، ومنها ما نتدخل فيها جراحيا غير الجبس، ما جبس إذا فشل الجبس يعني فيها، لكن يعني معظمها لا يتم السيطرة عليها في الجبس الحقيقة. يعني كثير من الحالات خاصة إصابات الأربطة فيها يقعد الرباط يعاني حتى لو بعد الالتحام، ممكن يعاني سنة كاملة من آلام، من أوف وأون الآلام، يقول لك أنا والله إذا مشيت أورم، صحيح. إذا مشيت يعطي ألم، وبعدين يخب، لا إذا مشيت يطول. إذا هذا سببها شنو؟ هل في مشكلة ولا هذا شيء طبيعي الألم يستمر معه؟ لا لا، هي ما يعتبر طبيعي طبعا، لكن ما هي مشكلة كبرى بحيث أنك أنت تتدخل، ما تقدر تسوي شيء. هذا رباط مصع وتقطع جزء منه وحصل الالتحامات لا يمكن يرجع كرباط طبيعي 100%. فيتعايش مع هذا الألم؟ يتعايش فيه في البداية، ياخذ وقت وبعدين لا خلاص ينتهي، يروح. فلذلك احنا نقول عاد مو من أول ما يلتحم تروح مزور على نفسك، لا خذها شوي شوي لين عاد خلاص تعود إلى حياتك الطبيعية. دكتور، هذه رسالة حق أغلب الرياضيين، لأن صحيح يعني بشكل كبير هذه الإصابة في هذا المكان لأغلب اللعبات الجماعية، كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، الأغلب دائما تصير لهم هذه الإصابات في الكاحل. نتمنى السلامة والصحة لكل المشاهدين. دكتور وليد البشارة، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله، مع السلامة.